جولة في الصحف أهم وآخر الأخبار. زعما أنت مازال مغير والله لا جولة في الصحف. وشنو بغيتيني ندير؟ قلب على راسك أصاحبي، جيب شي كونسيب جديد. فين نقلب؟ تحت السداري وعلمنا شي حاجة، فكرة جديدة قديرة من غير هادشي. عرفتي شنو؟ خليني نقدم آخر حلقة ديال جولة في الصحف، والمرة الجاية ندير الكونسيب جديد. واخا؟ أنا كيبان ليا أكثر حاجة كتمرد المغاربة وكتعصبهم في رمضان في التلفزة المغربية هي شي إشهارات كبرنا معاهم. جريمة جريمة جريمة، مصيبة مصيبة مصيبة، جريمة جريمة جريمة، مصيبة مصيبة مصيبة، جريمة جريمة جريمة، مصيبة مصيبة مصيبة. واحد النهار جريمة جريمة. لا 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 سنين غنمشي نحرق مال هاد الغلط. عنشر بعدو مني. شوف ما كاينش الشيطان، الشيطان هو اللي كيعيشها. غنحيدو صاحبي. مصيبة وكارثة صاحبي في رمضان. ماشي مشكل رمضان هذا. سي بون صافي وصافي صاحبي صافي صافي. خليه على راحتو. دلع جايبة الهدية فرصة اليوم. اجي نشوفوا المغاربه شنو كيقولوا على الاشهارات بعدا. وا يلاه تنبدا نفطر تنشوف دوزيام تنلقى اشهار، تنسالي الفطور تنبقى اشهار، تنبقى نكمل الفطور تنلقى اشهار. الديور دار دار خود دار شري دار، بزاف على الديور بزاف على الاشهار بزاف. وباغي نفطر هاد شي حاجه تحل لي الشهيه ما تلقاهاش. اشهار 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 بزاف. وكاين واحد المشكل اخر، كتكون كتفرج ما عليك ما بيك حتى كيطلع لك شي اشهار بشي صوت مجهد كيقفزك. اعطيني داري امالي السعاده نشري. داكشي علاش قررت لها هكا، باش انه ابتداء من العام الجاي الا ما احترمتش القنوات تطابق الاصوات بين اشهار واشهار غادي تفرض عليهم عقوبات وغرامات. نتوما اللي قلبتوا عليها. في رمضان داروا الجزء الثاني ديال السيت كوم كنزه في الدوار. لا نظف في الدوار بولوا له شنو سميتو. كنتفرجها في سبيس تون. لا ماشي حاجه في الدوار. المهم اللي علينا حنا مشينا سولنا الناس باش نعرفوا رايهم في هذه السلسله. هذاك الشيء باس بزاف. الدوار 360 داك الشيء كيضحك. واحد بنت اختي صغيره عندها 3 سنين يلاه داك الشيء كيضحك. ماشي واحد داك الشيء اللي بلاد بلي بعقله ولا اللي عنده واحد المستوى ما غيضحكوش. هذاك الشيء بعيد على وكيف ما كنعرفوا كتخصص القنوات المغربيه كل رمضان ميزانيات كبيره باش تنتج برامج ومسلسلات ديال رمضان. وكيبقى احسن انتاج عجب المغاربه وتبعوه بزاف هي سلسله وادي 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 قلبي. كنتفرجوا في ديك السلسله ديال وعدي. واه خطير. اول مره كيوصل الانتاج المغربي لشي حاجه اللي زوينه. قصه واقعيه، قصه اللي كتفرج فيها كتجي عندك الواقع. الخيطه هو جمع وقيته العشاء اللي ملي كنكملوا كيسالي. السلسله اللي عجبتني هي وعدي حيت كان زوينه وكيهضروا على لي جون، كان كلشي زوين فيه. هي كاينه في الواقع بصح. مي تو سكي دراما عجبتني وعدي. عجبتني كما تجي فوالا قصة مختلفة وكتقص الشباب الجنراس. قبل ما ننسى، حتى الأغنية ديال الجينيريك ديال السلسلة لقات واحد الإعجاب كبير عند الجمهور. هي من توزيع ديال نورس وألحان مشاركة ما بين خالد ونورس. شبالك شنو نربيها بولو له شي لحية بحال ديال نورس تجي معاه؟ هذاك الشيء نقي. كيتو شوية على عباد الله. دوزو دابا لسلسلة الخواسير واللي كيتعتبر أكثر عمل جبد الصداع والقيل والقال والنقي، بحيث طلب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ووزارة الاتصال ولهكا باش يوقفوا بث السلسلة، لأنه حسبهم اللغة اللي كيستعملوا في الحوار اللي كتمزج باللغة العربية والدارجة المغربية كتسيء اللغة الرسمية للمغرب. وحنا مشينا تلاقينا مؤلف السلسلة عبد العالي المهر واللي لعب فيها دور نمرود، وكان هذا هو الجواب ديالو. شوف انا بالنسبه ليا هذا الشيء اللي طار دابا على سلسله الخواسير هو شيء طبيعي جدا، لانه كنت كنتسناه كنا متوقعينه كاملين.
دونك انا لكل ما تخلقاتش هذه البلبله وهذا الصداع والائتلاف خرج هذا الكومينيكي بالنسبه لي ما درتش خدمتي، ولكن دابا ملي وصلنا لهذا الشيء الحمد لله الامور غاده مزيان، السلسله ناجحه ما تيهضروا عليها الناس. اخيب حاجه هي دير عمل اللي ما يهضر عليه حتى شي واحد، دابا ما تيهضرش عندنا غير واحد، تيهضروا عندنا بزاف الناس، دونك حنا ناجحين الحمد لله صافي. انت مضروبه بمسدس فارغ ام دارت لك النقشه ثم انت كبرتي على العرش. هاد الشخصيه ديال نمرود جاتني كتشبه لواحد الشخصيه ما عقلتش فين شفتها، ما عقلتش، نخليكم تشوفوها. فقلت في قرقارة نفسي أواه فلقد استيقظت باكرا، فهل يا تراني استيقظت باكرا أم أن باكرا حل متأخرا؟ وكاين أصلا اللي ما مسوقش للتلفازة وما ديهاش فيها، وأكثر حاجة شدوا بها السو الناس في هذا رمضان هي المشقوف والفيسبوك وجولة في الصحف. ما قدرتش عليك أصلا. المهم كانت هذه هي اخر حلقه في برنامجكم جوله في الصحف، دموع سالوا لي جوله في الصحف واللي كانت في الموسم الاول ديالها برنامج اخباري جدي، وكان معايا المخرج سليم طال كنقول ليه شكرا بزاف، وكنوجه واحد الشكر كبير للمخرج نبيل بالحرش اللي معروف بولولو لانه معاه رجع البرنامج بودكاست اخباري في شويه ديال الكوميديا والهز وعجب بزاف ديال الناس، شكرا بزاف. وقبل ما ننسى لي ضروري ما نشكر بزاف ديال الناس اللي عاونوني في جميع الحلقات اللي منهم المخرج مروان مزريره، المخرج عبد الرحمن بن عبدون، المخرج ياسين منى، مهندس الصوت والاضاءه ياسين زكريا الكرويتي، وبزاف ديال الناس اللي نسيتهم يسمحوا لي. المهم غادي نوجد لكم واحد البرنامج جديد وواحد الكونسيبت واحد اخر جديد ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف. فين تضو بلاتي شو قول لهم متابونا ودوك اللعيبات صافي اخرى. المهم نتلاقاو مع حلقه واحده اخرى وشي سبيد جديد، ما تنساوش ابوناو عندنا في لاشين ديال الفيسبوك وديروا لايك لاباج ديالنا ديال يوتيوب وكاع داكشي. السلام عليكم. واخر اخبار اليوم غادي نقدم لكم اخر حلقه ديال جوله في الصحف. كيفاش اخر حلقه؟